السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه اخرى من حلقات لمداسيون كارز من الكوفر ديال سكودا. نبداو به الاول 521 هضروا اكثر من بزاف ديال المنافسات ديالها، ودابا نخليكم مع تيز درايف ولا فلوب ولا اللي بغيتو. المهم حنا اول هندي لكم واحد تقديم كوميرسيالي واللي كتراهن فيه سكودا انها تنافس به السيارات ديال الاس يو في ولا الكاسكات اللي كاينين في نفس الفئه ديالها. غنحطو بلا زياده بلا نقصان داكشي اللي دايره سكودا في فلاشين يوتيوب ديالها، نحطو هنايا فار فول ليد افيك اوبسيون كورنر لايت. هما داروا الفول ليد بوحدو، داروا الكورنر لايت بوحدو، انا نجيبو لكم بجوج. جوانت اون الياج ديسبيت، ها هما كتشوفو فين راه جاوب في الكري هنايا. الصباغه هذيك حلا، راه الناس هادو هما اللي بغاو اصلا في الكحل وجاتهم في الكحل. ديزاين اليغون، لوميير دومبيونس، سيلغي كوير الكانتارا، طوا بانوراميك اوفرون، فولون سبور كوير بيرفوري، ريغلابل اي كوموند او فولون، زعما الفولون راه الي ريغلابل، راه عنده لي كوموند في اليمين في اليسار الى اخره. هادشي كامل هذا راه كنا دروينا عليه في سكودا وقتها، فيها ريكولاتور ليميتور فيتاس الى اخره، كليماتيزور بيزون. دابا راه بداو تيخرجوا في الطوموبيلات تريزون، طابليت تاكتيل ا ديستونس، يعني تحكم فيها ا ديستونس الى اخره. سيج كوندكتور بوحدو اللي فيه البوطوناج ويليكتر داكشي، داكشي الاخر كاملو بحال السيارات الاخرين، داكشي بغا يبقى مانويل. ريغلاب تا هو الكتريك الى اخره. الكوفر 521 ترو ديال دوينا عليها، تا هو راه الكتريك في الحله وفي السده ديالو. وسميتو الكروش ديال الشوبين، دوك اللعيبات فاش كتعلقو في اللور ولا هادي باش تكروشي هاديك. السياج تا هو كما قلنا ريغلاب فيها 123 43 ديال لي شوفو، وباد دي اس جي سي رابور. هادشي هذا اللي كاين اصلا حتى في فلوكتا في دونك او نيفو ديال هادشي، راه ما كاينش واحد الاختلاف كبير بزاف، مي او نيفو ديال ديزاين انتيريور هو اللي غنشوفو. او نيفو ديال لا مانيابيليتي ديال الطوموبيل، لا تيني دروج ديال الطوموبيل، لا ستابيليتي، لا سيستيم سيكوريتي، كتهضر كتهضر. خليونا نشوفو. المهم الدراري هنا كاين بلاصه، هاد الهضره هادي بلا ما نبقاو نعاودو فيها بزاف، انا ولات كتجيني بايخه في الانترنت المغربي. المهم انا راه على سباس، راه كاين هنا ثلاثة بلايص مرتاحين مرتاحين، جربو الدراري نقصو عليهم ثلاثة صور شديتي. المهم هنا كاين ثلاثة بلايص، هاد اللعيبة هادي بالضبط الحال فين كتحط لك دوك بلايص تاعها. ولا بغيتي تطلع الكوفر ما عرفتش نسيتي شي ولد تما داكم نسيو ولادكم، طلع لي من هنا بطبيعة الحال. وي هاد لي دو هادو كترجع كترجعهم رجعي، ما تحشميناش فاهم. اوكي خاصك هادي تتسدا باش كترجع. او فلاح هادي ورا لي مقداد ولد مول الطوموبيل. ايوا هاد اللعيبة هنايا او 12 فولت، هذيك كنا كنتمناو يكونوا جوج ديال لي بور تيب سي بحال كيما عند الخوا ديال السكالا. اي بوي هاد جوج هادو لي كليماتيزور، كاينين كليماتيزور تما لتحت بطبيعة الحال. ايزوفيكس هادي حاجة مزيانة، خوا دريت بحال شراها الاخت عند البنت عنده، تقول انا بحال اختي هذيك حيت مازال ما مولفش راسي عم. ايوا المهم اللعيبات هادو تدير فيهم ديكور، الله الا عرفتي كتبقى ثابتة. من هنا والله الا نبوضيك واخا نبوضيك واخا ما كوسان كوسان كوسان. ايوا هادشي اللي عطا الله، نمشيو تيست درايف. بلاتي بلاتي، اول حاجه بعدا قبل ما نبداو الصمد، هذا الفرق بين هذا وديالك فين ديالي؟ جبد جبد ديالك، جبد جبد ديالك. انا في راسي قلت لهم في لا ميزون ديال سكودا، قلت لهم احسن حاجه درتو بدلتو السيروت القديم ديال سكودا لانه غلط شويه. انا غلط بزاف وكي ديتيريور. هذا راه كيتعاود بحالو في السيات سكودا وفي فود فاغن. انا شد هذاك عمرو ما شديتو. اه لا لا، هذا جا بحال كارطا، جا خفيف وعملي. بويسك انت كاين عندك ستارت اند ستوب، دونك علاش حتى الكليك شويه مزيان السيروت عنده هذا ما كيخرج. لا تيكليكي بوي تيخرج. لا جا لا جا اخرى ايوا اهو. يعني هو عارف انك ما كتحتاجوش ماكش حاجه صافي سي بون. اوف سيل فين كتحطو غير عارف انت هادشي بلا ما نحتاج معاك حتى راه جات سكوديست هاد اخويا سالوت كلا مضروري. اوكي ستارت اند ستوب ديجا سميتو صمتا. كاين واحد شي وحدين ما كانش صمتا ما كاين. اوكي انا كنديماري باش انا كنديماري. الطوموبيل هنا كتبارك على جنبيه. انا ديما تندير تيست درايف دونك شوف غادي تيست درايف. خلي لك سيريتي هاد ديزاكتيف اوتوماتيك. هاد
هادي باي ذا واي اباينو واحد العوينه هذيك راه طلعها بصمم شفتها الحجر هنا. هادي واحد البلاصه حدا اباينو هنايا المهم تنتسناو شي نهار يشوفوا فيها بعين الرحمه وتولي منطقه سياحيه حتى هنايا وتحيا شويه الدعوه وفيها واحد المنظر زوين كتصور فيه وداكشي الى اخره. وجا معنا اسامه اللي ورا الكاميرا كما العاده دعيو معنا نشريو شي تليفون تنبداو تسناو اسامه يجي من الدار البيضاء باش يصور لينا عينك اسامه شي نهار يولي كري معنا اسامه تي مرحبا اسامه سكتي عجبتني اخويا الطوموبيل ها عندك واحد اخرى اللهم بارك ياك اسامه اللهم بارك حديد اخويا اللهم بارك انا راه شوف علاش جبت دابا السيمولاي حيت جاكوار اف سبيس وعاد باينوض عليا الروينه في الانترنت هادي احسن منها هادي احسن من جاكوار اف سبيس بالثمن اللي باش مديروها هادي وانا مغمز ديال جاكوار يدافعوا على راسهم يحيطوا عندنا ويشرحوا لي علاش جاكوار اف سبيس احسن من هادي المهم انا هادي كتجيني احسن حتى الاكسيراتور اف سبيس تقيل قاسح تحكم كنحصل راسك حنا غادي فوق بيصات الريح علي بابا انت حنا السكوت ما كاينش حنا ما كاينش لا راه هادي راه اوبسيون بيصات الريح اوبسيون كتسمى بيصات الريح يعني ما كتحسش ب واخا تكون ساغي بيصات الريح طبيدو علي بابا لو طبيدو دو بيصات الريح علي اكسبريس انتم والله الا بلادنا زينه ياك اخي وسام ما تحتاج لا يشق لوريكا من هنا كي داير الكوسان ملتي برا ماشي هادو سميتو طرو برونش ياك طرو برونش انا وليت كنخشي يدينا ماشي سير اودي سير ولفت تخشي ديك تما انا ما لقيتش فين سير تيسير ولا تيسير جوج ملي كيكون تيسير كيجي مع تيسير انا اليو اس بي راه كتديزاكتيفي ما عندك من هنا انا عندي من هنا كلشي عندنا حنا في الطابلي تاعنا الو كطافيا اختار لا 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 ما يمكنش تقول لي زعما كانت معاك السكوطه في شي جامعه 33 صافي صافي سوسي فين نمشي سير نيشان دي سير نيشان ما عمرك جيتي في الطريق خويا ريغولاتور ليميتور فيتاس هادشي عندك بطبيعه الحال ودوينا عليه في اللقطه فيها هادشي كله معاود كيفاش انه سميتو سويكلاس اللور خدام الكاميرا ديال اللور تاهي درو كل تاهي راه فيها سميتو اش كيتسمى فيها الكاميرا كتغسل بالماء كاع سميتو لي فونكسيون ديال الحاجه الخايبه اللي جرات عندك مع البنيه شناهي هي انها كتحل لك الباب من الداخل ياك اييه وما يمكنش انولي البيبان من الداخل خاصك تخرج مانيوالمون بالسوارد كتمشي للباب وانت هادي راه فيها انت هادي فيها حتى نقطه فيها فيها طبعا عرفتش علاش ما داروش شي كوموند انا تغير وهذا اللعبه هادي انا واحد المشكل هنا هادي زوينه حتى فوق اصلا ما عنديش فين تزاد بطبيعة الحال هذه كتشعل الضوء شتي الضوء فين كاين عندها هنايا وهذه ما عرفتش علاش كيحافظوا ديما على داك الطابع كلاسيك ديال هذه ما عرفتش علاش المهم هذا راه ستان شوا ديال سكودا اغيسبكتي مي بون حنا كنتمنى وعندها بطبيعة الحال ليليت هنايا ياك ديال انا راه الناس كلهم هنايا الجلبانه جو بونس اول مره كنجي هنا عاد كنعرف بلي هنا كاين بحيرات كاين البحيرات الجلبانه هنايا الناس كيجيو يستمروا هنايا هنايا راه هذيك انا حنا اكتيفينا انه في 60 كيلومتر تبدا تغوت المولاها لاليرت ديال 60 بطبيعة الحال عرفتش انا من عند نهاية الدوبلاج واش هاد الطريق تطول فيها ولا تطول فيها دوبل وتخرج لهنيش الكليماتيزور دابا راه تنبغيو نهضرو ايه هو هاد الشيء هذا راه هو تقريبا لو ميم اللي كاين هو لو ميم اللي كاين في لوكتافيا اللي كاين في السكالا اللي كاين فيهم هذا ديال لوكتافيا ما عنديش انا هادشي ولكن هنا ديال السكالا والاير كير بطبيعة الحال هذاك راه معروف ديالاش الاير كير راه شرحتو في اوكتافيا هنا ديال سكالا فولون سكالا وهاد لي تخوا بونج ديال اوكتافيا يعني بحال كيخلطو ما بين هنا وهنا وهنا هو هما تيجمعو من كل فن طرف وهاد لاكودوار الحلوة شتا كبيرة راه ممكن تا هي تا هادي ديال الخيز ديالك هادي ثلاثة الناس الخيز ديالك شتا هادي ديال ثلاثة الناس بطبيعة الحال هادي ديال ثلاثة الناس كاين انت وانا وانا بنتي شي دري صغير كسنا الله اكبر الله اكبر عليك الاستاذ تعلمو يسوق موطو بطبيعة الحال المنيو بطبيعة الحال راه هادي المنيو ديالها كيمشي هي بطاطش اللي بحال هكا 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 بحال هك
تيجيو الدراري عندنا في الدار ومالي تيخدموها المهم راه تخدم عندهم هذيك السونه هكا حتى هو طاطشو اللعيبات ولكن هو غا ديستونس واش كتهكا فيه كليماتيزور هادشي هذا كاملو راه كاين في الاخر اللهم بارك سيري يا ودي كونسوماسيون ها الله يجيب التيسير كونسوماسيون كي داير كونسوماسيون خصني نشبر بها الطريق ما شديتش بها الطريق ولكن شوية زايدة وعادي لأن طولي كبيرة هنايا لي فونكسيون اللي عندك تما دوك ديال الطابليت واللعيبات وهنايا هادو هادو كاينين هاد لي زوبسيون اللي ما خدامينش واللي خاصك تأكتيفيهم وداك الشيء هادي حاجة زوينة في سكودا بويسك انت شي نهار بغيتي تأكتيفي ما عرفتش شي نهار ممكن ريكلاتور ولا ليميتور جوج بهاد الطريقة هادي عندي أنا ما فيهاش هادي ما خدامش شوف شوف الجبال ودازتي وسامة مشيو ليزولاسيون كي جاتك ليزولاسيون ليزولاسيون جو بونس كامل بحال بحال ليزولاسيون ما كاينش والو مزيان خايب على 10 لا 10 7 ونص انا علاش جبتها في الصمات حيت بونسيك الطوموبيل شي 4 شهور ياك ديال اي بوي هو تكون عنده عاوتاني واحد نضرب بلو بلو كيجيوك لي توش انت غادي صايك كيفاش داير مع لي توش مزيان بحال ديال الاوكتافيا هادو ماشي بحال ديالي حتى انا عندي جوج هادو توش بيانو هادو مسلودي هادو يمكن شي فينيسي اخرى كاين شي حاجه تما لا هادو راه البوطونه هادي كتشعل هادي كتشعل كتشعل الضو علاش فرانيتي؟ علاش؟ حيت انا اول مره كندوز من الطريق ما عرفتش نشد فيها واش كاين شي حفره تما واش كاين شي ما غادي لوريكا ولا شي حاجه انا نزلت قولي وقفهم نحيدو هاد القرا هادي دازت زوينة الله يعطيكم الصحة الدراري والله إلا الأساتذة صوري معاك عرفتي هاد اللعبة إلا كان دابا هاد السقف محلول تال هنا هاديك الميكا كتجي تال عندو تال هنا وتحبس فهمتي السقف كيجي تال عندو مكيفوتوش هداك ديال التوب فهمتي عرفتي قبيلة فاش كسيريت طونوبيلة واحد الوقيتة كسيريت عليها ودرت المانوفر طونوبيلة هي صايقة معايا هي كتحكمني الالكتريك ديالها خدام بالجهد بالجهد سي هذا حسيتها بالسكالا فيها ما تشتوى راه كنحس بها هي اللي صايقه ماشي انا لا خدامه الطوموبيله صايقه وزعما الدراري باش ما نساش كنشكر الشركه ديال سكودا مراكش السيرفيس ديالهم بارفي بارفي وزعما كيتهلاو فينا كوم توجور لوكتافيا ابويلا اش الكاروك معند مراكش والسكالا تاع الصمد معند طنجه ونسي جامي لا فوتور بروشين منين تخرج اللهم بارك السيد اللي خداها الطوموبيله راه كي قلنا الكتريك مون راه كلشي خدام فيها مزيان غندير لكم واحد شويه لانه كاع داكشي خصو يتقال على الطوموبيله راه قالوا الطوموبيله هادي صراحه دات باش تنافس السيارات اللي في الفئه ديالها اللي هما الاس يو في بطبيعه الحال فيها لا فيرسيون 4x4 جو سي با واش كاين شي واحد اللي شاريها في المغرب في لا فيرسيون 4x4 ديالها المهم راه كاينه في لا فيرسيون 4x4 ديالها الطوموبيله اللهم بارك راه كاع داكشي خاصك في الطوموبيله راه كاين فيها اون تيرم ديزولاسيون هاد الخدمه مازال خاصها تخدم عليها في سكودا بطبيعه الحال مي اون تيرم ديال كاع الحوايج الاخرين راه الطوموبيله راه مزيان جلسه اللور عجبتني جلسه في الطوموبيله بحالنا الشريف جلسه في كاع زعما لا توني دغوت ديالها مزيانه لان انا سكتها في الطريق ومازال ندير لكم في الطريق ديال ابينو باش تشوفوها كي دايره باش تشوفوها كي دايره بطبيعه الحال في الطريق ديال ابينو وغنشوفو المسائل او نيفو ديال الفولون هذا الفولون ديال سكودا واخا يتبدل انا عندي بالنسبه ليا كيبقى لا ميم توني شويه خفيف بارابور سميتو السوغان ديال الاوكتافيا راه شويه خفيف هادي صح الفلان صراحه جات زعما تشد بها الميديا ديالك في الناسيونال بلاتي بغيتي تزكاها كتبقى تحلقز عليا كتحلقز بنتي ديال الخراسي في 110 بيع جري بالزربه الا ما تبقش راسي انت انا قلت لك هذاك السيراتور ديالها خفيف 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 طبعا الاخرين عندي ثقال أول سيارة بدات سنة 2017 على قاعدة فولكسفاجن الشهيرة اللي هي ام كيوبي جات هذه السيارة باش تبدل مكان ديال سكودا هي تعدي ما نجحت كاع في المغرب وهي كانت جات تجي ما بين سكودا كوديك بطبيعة الحال وسكودا كاميك حاليا راه تقدر تقول كتجي ما بين اوكتافيا وما بين كوديك والكاميك راه إلا بينا ندخلوها حيت تعدي دو ليتر دو ليتر دو ليتر ويسكا هذيك برلين ونحنقزو مزيان هما اللي قال لك زعما لاكام ديال الاس يو في
مارس. لا لوغو ديال سكودا راه كتشوفوا فيه كيشبه الطائر ديالو، الديزاين ديالها من الاول راه شكل شي شويه نقي هادي، كتجي منافسه لكل من فورد كوغا، تيوكسون، جيب كومباس، ماشي رينيغي بطبيعه الحال، هي فايته رينيغي، اوبيل جروند لاند اكس، و 308 بيجو والكاد جار بطبيعه الحال. وباش ندير بليزير للناس راه هنزيد لا جاكوار اكسبريس ونعرف علاش.